الخير عليكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج احلم معايا. في البداية طبعا حابب أرحب بكم جميعا، وحابب أرحب بزميلتي أستاذة نهى الجوهري. ازيك؟ ازيك يا كريم، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. وانت عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله كله تمام. طبعا احنا دي أولى حلقات البرنامج، ولذلك طبعا احنا لازم نعرف كل السادة المشاهدين البرنامج ده ايه فكرته. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا زي ما قلنا ابدأ بنفسك، لازم نرجع لورا شوية. قبل ما نبدأ بنفسنا، هنبدأ بنفسنا في ايه وليه؟ طيب هنبدأ بنفسنا في ايه؟ يبقى هبدأ بنفسي في حاجة معينة، يبقى بالتالي اكيد لازم هيكون عندي حلم او حاجة انا بحلم بيها فبخطط لها، فلازم هاخد عن طريق الحلم ده البداية، بعد كده اخش في الموضوع بتاعي او في المشروع بتاعي او حتى في طموحي. فعلشان كده طبعا احنا بنبدأ بنفسينا وبنحلم قبل اي حاجة. ازاي نبدأ بده؟ طبعا البرنامج بتاعنا هيكون المرة دي مختلف وشكل جديد. احنا هيكون عندنا طبعا دعم كامل للمستثمرين سواء كبير او الصغير، لانه زي ما انتم عارفين ان احنا حلقة وصل، طبعا كلنا محتاجين بعض سواء مستثمر كبير او مستثمر صغير. فاحنا في الاول وفي الاخر لما نكون حلقة الوصل دي هنقدر نستفيد من كل الجوانب. في الامر الثاني طبعا هيكون لينا دور كبير جدا، في دور طبعا الخدمي، هيكون لينا دور في المجتمع نفسه، هننزل اماكن كتيره جدا وهنشوف مشاكل الناس وهنحلها بصوره كبيره جدا على قد ما نقدر. وطبعا احنا منتظرين كل الدعم منكم في حل مشاكل الناس دي طبعا، وكل الدعم حتى من الجهات المسؤولة اللي بنتمنى ان هي تكون دايما في ظهرنا، زي ما هم عودونا ان هم دايما فعلا في ظهرنا. خلونا بقى النهاردة نبدأ كده حلقتنا بفقرة بسيطة جدا جدا وسهلة، وكل الناس بقى عايزة تفهم او تعرف. يعني هو الموضوع النهاردة لايت وخفيف خالص، وبيخص الشباب اكتر والمتجوزين اكتر واكتر. عندنا طبعا المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها ان في احيان بتبقى خلافات هبلة كده صغيرة بتعمل دربكة مع الناس وبتهك الدنيا. طبعا انت انوها ادرى بالكلام ده، انا مش هتكلم. اصل انت بص، انت بتتكلمي بالنيابة عن الستات. فطبعا وانتوا بسم الله ما شاء الله مثال في النكت. لا انتوا اللي بتخلونا نكديين يا كريم. طب ايه الاسباب بقى؟ يعني الاول خلينا نعرف الجمهور المشاكل دي بتبقى عبارة عن ايه. بتعصبونا، ما فيش نقاش في كل حاجة، يعني ده مش سبب ان احنا نبقى نكديين. يعني انت قصدك ان في الاول العامل النفسي؟ العامل النفسي، ولازم يكون في نقاش، لازم الراجل يطول باله شوية مع الست. العامل النفسي ده بيبقى جاي من ايه؟ هو مش الراجل طول اليوم بيشتغل وتعبان وبيروح شغله يعني، والست بيرجع طول اليوم قاعدة في البيت وبتربي الولاد وبتنظف البيت وبتعمل حاجات برضو، صح ولا ايه؟ صح مظبوط. يبقى اذا ايه؟ كل واحد ليه دوره. كل واحد ليه دوره. اوكي، ما انت ليك دورك وانا ليا دوري، بس الضغط هنا بقى بيقع على مين اكتر؟ الست. ليه؟ الست. ليه الست؟ انت بس يعني مشكلتك في الحياه كلها ان انت عايز تفتح البيت ده، تجمع الفلوس دي. طب الست بقى عندها اولاد وعندها بيت ولو بتشتغل برضو، فايه الست برضو مضغوطه. مضغوطه، بس مين اللي بيصرف؟ الراجل بيصرف. طيب هو الفكره انت مضغوطه من مين؟ مضغوطه من مثلا من ابنك، من جوزك، لكن الراجل اللي بره ده مضغوط برضو من لو بتشتغل من كل العوامل الخارجيه. بس الست برضه لو بتشتغل هتتضغط. يعني انت مثلا كراجل بتركز في شغلك بس، الست بتركز في شغلها وفي بيتها وفي عيالها وفي المشاكل بقى. لا بس اللي بينها وبين جوزها بقى، لو ابنها ده عنده مشكله بنتها عندها مشكله. خلي بالك في نقطه، انه لو الست لو عندها مثلا يعني لو مش هتقدر توفق بين شغلها وواجبها في البيت، يبقى بيتها اولى بيها. ما احنا مش هنقيسها بكده يا كريم، ان بيتها اولى بيها. طب ما ليه ما يبقاش في امر وسط، حل وسط في النص ما بينهم؟ ما ده متوقف عليكوا انتوا. لا متوقف علينا احنا الاثنين الطرفين، لازم يبقى في نقاش ما بينهم، لازم هو يقدر الست والست تقدر الراجل. فاهم قصدي؟ طيب
يعني احنا جايين في الاول في الموضوع ان الموضوع ايه بيتبني على اتفاق، مش عايزين نسخن على بعض يا كريم في الاول. واحترام صح؟ صح. طيب يبقى الاتفاق ده اللي هو المفروض ان احنا دايما هنحط شروط في البداية بنتفق عليها، انت عليك كذا وانا عليا كذا. مظبوط صح. طيب في ناس بقى ما بتختلفش لكل لكل الاسباب دي، في ناس بتيجي الاختلافات في حاجات حرفيا يعني ملهاش علاقة بأصلا، صغيرة جدا. دي حقيقة، بس ده بيكون من ضغوط الحياة يا كريم، يعني انا شايفة انه من ضغوط الحياة. ماشي، ما بصي كل الناس مضغوطة، كل واحد ليه ضغوطات بشكل مختلف. اوكي، ما انا قصدي ان هو يعني لما بيتخانقوا مع بعض او ما بيوصلوش، يا اما بقى هي العلاقه غلط من الاول، الاثنين دول مختلفين عن بعض وما ينفعش يكونوا مع بعض، يا اما ضغوط الحياه مأثره عليهم، مأثره على الحياه بتاعتهم، على المشاكل انت فاهمني. بس طب احنا في الفتره الاخيره لو خدت بالك المسلسلات اللي ظاهره على الفتره الاخيره اللي عملت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، ظهرت بعض العادات والتقاليد فيها المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، لو خدت بالك. يعني طبعا احنا مش هنذكر اسماء ولا حاجة، بس اعتقد ان الموضوع واضح جدا يعني. صح. ايه رأيك في الموضوع ده؟ هل ده طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي، وعلى فكرة المسلسلات ما بتبينش كل الحقيقة، بيكون في شويه حاجات كده بس بتنشر الفكر ده. هي بتنشر الفكر، بس دي الناس اللي ما عندهاش وعي بالموضوع، ف بيمشوا معاها، بيمشوا في السكه. لكن طبعا انا لو بني ادمه عارفه حقوقي واجباتي، وعارفه انا هعمل ايه، ايه اللي عليا في بيتي، في دوري مع جوزي او خطيبي، ايه اللي عليا ان انا اشتغل واربي الاولاد ويعني اشوف شغلي وحياتي، فطبعا مش يعني ايه اللي يخلي بيتي يفشل او حياتي تفشل او لا. احنا ما بنتكلمش عن كده بقى. امال بنتكلم عن ايه بقى؟ هتخلينا اوضح اكتر. وضح اكتر. قصه ان انا مثلا اخش البيت والاقي راجل غريب في بيتي دهاني. انت قصدك بقى على الـ 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 الفكرة على الفكرة. لا طبعا ده ما ينفعش. الغريب انه ردة الفعل كانت غريبة، والغريب انه هو سكت، يعني عدى الموضوع عادي. بترجع للراجل يا كريم، بترجع طب ما انا هقول لك على حاجه. يعني انا اتفرجت على المشهد ده، شفت ان الراجل لو كان خد اي رياكشن او خد اي انفعال او ردة فعل كان ايه اللي هيحصل. ما هو انت مش واثق فيا، انت مش عارف ايه، انت هو اللي سمح لها بده من الاول. هو لو حط على فكره لو حط ليميت للعلاقه من الاول مش هيحصل ده قدام. هو اتفاجئ بالموضوع. لا يبقى هي في مشكله كبيره اصلا ما بينهم من الاول، وغالبا يا كريم هو ده بس بيكون في المسلسلات. يعني هو انت لو جيت بصيت ما هو في مصيبه كبيره. ايه؟ ان دوت يعني ممكن يتنشر، يعني نعمل وعي بطريقه غلط كده. ما هو طبعا يعني كده احنا بنوعي ان الموضوع ده عادي. لا طبعا هو مش عادي. ما هو مش عادي، ما هو مش عادي ازاي في مشهد زي كده احنا شفناه مثلا بيجسد شخصيه بالشكل ده، وانه الموضوع لا عادي. يعني اغلب حرفين اغلب مسلسلات، مش مسلسل واحد بس، حاطين فيها الافكار اللي تخالف العادات والتقاليد المتعارف عليها عندنا كمجتمع شرقي. فالحاجات دي طبعا بيشوفها ناس طبعا اقل من 18 سنه، طبعا بيشوفها شباب مراهق. فانا عايز اقول لك الحاجات ممكن اللي يغير فكر اصلا ستات ورجاله، ويغير فكرهم تماما ويخلي بيت يفشل بسبب ان الست مقتنعه ان اللي بيحصل في المسلسل ده هو الامر الطبيعي اللي لازم يحصل في حياتها. مظبوط طبعا. فهو احنا طبعا يعني انا بصراحه لما اتفرجت عليه استغربت جدا، وطبعا انا مش مع المشهد ده بصراحه خالص. يعني لانه ماشي ممكن نكون احنا فاهمين ان ده غلط او ان ده مش صح، وممكن يكون المشهد وراه غرض او فكره معينه، وممكن تبقى فكره هادفه والله اعلم. بس انا مش مع ان احنا عشان نعمل اثاره وتشويق ومشاهده نعملها بالمنظر ده، في حين ان في اطفال كتيره بتتفرج، في سن مراهق بيتفرج. الكلام دوت ممكن يتاخد على محمل الجد فعلا ويتقاس ان هو ده الطبيعي.
أنا شايفة طبعاً إن أول حاجة الأب والأم لازم يكون في اهتمام شوية في البيت، إن الأم تكون أخدة بالها ولادها بيتفرجوا على إيه، بيشوفوا إيه. برضو مش كل حاجة تشوفها الست في التلفزيون يبقى هو ده الواقع، لا هو ده مش الواقع، هو ده مجرد مسلسل. فين الواقع بقى؟ لا الواقع إن لازم في احترام للراجل، الراجل فيه احترام للست. في حاجات أصلا يعني احنا كمصريين ما ينفعش تحصل عندنا، فأنا شايفة يا كريم بصراحة إن الموضوع راجع أكتر يعني أنت قصدك إن التربية والنشأة ليها عامل كبير. طبعا طبعا احنا مجتمع شرقي. طيب هو بقى مش دي المشكلة، المشكلة إنه ممكن يبقى الأهل بيربوا صح وفي نشأة صح وفي شخص قاعد بيتفرج على التلفزيون عادي جدا فيقتنع باللي هو شايفه. ما هو طبيعي، ما هو أنت أفكارك في السن أو في العمر ده بتتبني عليه، على المواقف اللي بتشوفيها. صح. فهنا أصبح إن أنا شفت إن الأمر ده طبيعي، فبالتالي خلاص هو ممكن أصلا ما يكونش عنده إدراك إن ده غلط. ما هو إحنا بقى نيجي نرجعنا برضو النقطة اللي بكلمك فيها، إن إحنا نرجع للتربية، إن الأب والأم دلوقتي يربوا عيالهم على إيه الصح وإيه الغلط، عشان الجيل اللي جاي بعد كده ما يرجعش للغلط اللي أبوه وأمه اتعرضوا ليه. أنت فاهم قصدي إيه؟ لازم كل ست تبقى مقتنعة هي بتربي عيالها ازاي، او ان مش كل حاجه بتشوفها في التلفزيون دي صح، فتبتدي تعلم انه مش الحاجات دي مش حقيقيه. الحاجات اللي بتيجي في المسلسلات وبنشوفها على السوشيال ميديا دلوقتي حاجات مش حقيقيه. في حاجه بقى مهمه واحنا جايين في الطريق بصراحه مع بعض، فبقول لنهى يعني يا ترى ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى نهايه علاقه؟ قالت لي التحكم. التحكم هو التحكم اللي بيخرب اي علاقه. مش عارف ايه مشكلتها مع التحكم بصراحه يعني. لا التحكم يعني اسوأ حاجه في العلاقه. انت قصدك يعني بقى يعني احنا عايزين نوضح اكتر. هل التحكم ده اللي هو اعملي وما تعمليش، ولا اللي هو اعملي الصح وابعد عن الغلط؟ يعني وسط، ولا اعملي ولا ما تعمليش. طيب ما هو الوسط ده ايه مقاييسه وايه معاييره؟ بص احنا بتفرج علينا ناس كتيره جدا، تمام، وفي اكيد طبعا بنات بتسمعنا، وفي مرتبطين بيسمعونا، مخطوبين، فطبعا في جهات تانية زي ما انت عارفه بتقول لها لا قولي انت اعملي انت ما تخليش حد. ما هو ده غلط يا كريم. مش عايزين طبعا. ده غلط، لازم يكون في نقاش ما بين الاثنين. طيب احنا بقى عايزين نوجه الرساله دي للناس اللي بتتفرج عليه، ايه الصح؟ يعني بصي انا هقول من وجهه نظري كراجل، انت هتقولي من وجهه نظرك كست. فانا مثلا من رايي ان هو الموضوع مش بيبقى تحكم بس، هو طبعا في الاول وفي الاخر طبعا بيبقى الاداره او الكلمه الاخيره بتبقى للراجل. أكيد. بس هي بتبقى جايه بعد ايه؟ بعد مناقشه. عارفه انت لما تكوني في اجتماع و الخمسة ستة بيتناقشوا وبيكتبوا افكار ومقترحات، وفي الاخر يطلع المدير او مثلا رئيس الاجتماع ده او اللي بيدير الاجتماع ده بخمس ست افكار معينة لخصهم وخلاص، هو ده ايه القرار بتاعنا اللي هنوجهه للجهة الفلانية او اللي هننفذه. يعني اقصد ان الراجل بيبقى قائد البيت لكن مش هو ديكتاتور البيت. هو كده كده الراجل هو لازم يكون قائد البيت، لان بيقولوا دايما ان المركب اللي برايسين بتغرق، صح؟ فاكيد ان قولوا لنفسكم بقى. لا هو بجد لازم الراجل طبعا هو يكون قائد البيت وعارف يمشي البيت ده ازاي، وعارف ياخد قرارات، وعارف يسيستم بيته في الطريق اللي هو عايز يكمل بيه حياته. بس يا كريم انا قصدي ان لازم يكون في نقاش ما بين الاثنين. النقاش ده حاجه مهمه جدا، لو ما فيش نقاش ما بين اتنين وما فيش تفاهم اي علاقه هتخرب. طيب عايزين بقى يعني برضو نوضح للساده المشاهدين ندير الحوار ده ازاي. اصل بصي في اداره الحوار ده الراجل يسمع الست شويه، انتوا الرجاله ما بتسمعوش الست يا كريم. لا ما هو القصه مش في كده على فكره، هي احيانا بتقول نعم وحاضر وما بتعملش، واحيانا بتسايس الامور بتاعت بيتها. النظام بيبقى ايه؟ عاندني وعندك. لا انا شايفه ان عاندني وعندك دي حاجه مش صح خالص، لان مش هنوصل فيها لحاجه. لا طبعا لا طبعا. طب احنا عايزين بقى يعني لو احنا هنبني طريقه حوار سليمه هنعملها ازاي؟ الست تكون تطول بالها شويه على الراجل بصراحه، يعني ده رايي.
انا اهو يعني انا مش مع الستات بس، لا هي الستات من ضغوط الحياه في البيت او لو خطوبه او اي حاجه الست بتبقى برضو عايزه ايه تمشي رايها شويه. بس انا شايفه برضو ان لا يعني الست برضو هي عامل اكتر شويه في الموضوع ده، ان انت بتعودي جوزك او خطيبك او يعني الانسان اللي في حياتك اللي انت مرتبطه بيه ان انت تعودين يبقى في نقاش بس. فانا شايفه ان النقاش ده مهم جدا يا كريم. طيب مهم جدا، اهم حاجه النقاش. طب في حاجه بقى مهم، في بقى خدي العظيمه بقى ايه بقى، نتناقش ونتفق وخلاص الدنيا معانا جميله، ومش هتعمل كده مره تانية فلان. اه حصل، مش هيحصل تاني. ما فيش يعني، يا دوب يعدي يومين اسبوع مثلا، يعني لو هي متمسكه بيه قوي شهر وبعد كده كان اللي حصل ما جرى. ما هو لازم الخناقات يا كريم. لا ما بنتكلمش على كده، لازم برضو الخناقات. احنا بنتكلم الحياه من غير يعني نكش كده ماشي. يعني لا احنا بنتكلم في نقطه تانية، احنا بنتكلم في ايه، انه مثلا احنا اتفقنا على بنود معينه، ما تلبسيش، ما تعمليش، ما تخرجيش، ايا كان. تمام، يعني هو كل حاجه بالعقل طبعا، مش هنحجم الراجل برضو في ايده ان هو يوصل للي هو عايزه من الست في اي حاجه هو عايزها منها بالطريقه. مظبوط، بالطريقه. تمام ماشي، ما هو الفكره مش في كده، الفكره برضو ان هي بتعامله بنفس الطريقه. لا اللي هي بتهوده، ما بتعملش كده في الاخر. لا ما دي طبعا مش يعني علاقه مش ناجحه، الست اللي بتعمل كده هي لا طبعا علاقه مش ناجحه. ايوه ما احنا فاهمين، هي في اخر الموضوع هتبقى هتوصل. ما هو ده بقى سبب الانفصال. ما هو احنا بنتكلم على ايه اللي بيخلي البنت والولد، لا ان البنت ما يعني ان هي ما تحسمش امور حياتها مع الراجل او ما تسمعش كلامه او تاخد الكلام وما تعملش بيه، لا ما طبعا ده بيعمل مشكله كبيره. وبرده الراجل انتوا برده كده على فكره. إيه؟ انت مثلا انتوا يعني انتوا مثلا ممكن تاخد تقول لك على حاجه مره واثنين وثلاثه، حاضر حاضر حاضر، في الاخر ما بتعملوش، فالست بتبتدي تتعصب. لا هو احنا ممكن ما نعملش، تمام، يعني بصراحه اللي انا بشوفه من ناحيه الراجل يا كريم ممكن التحكم. ما يهتمش، بس انتوا ما بتحبوش التحكم. الراجل ما بيحبش التحكم، الراجل المصري ما بيحبش التحكم. هو بصي، هو ممكن ما يهتمش تمام، لكن هو مثلا مش هيعمل الحاجه اللي هي هتضايقك، لكن انتوا العكس بقى، عارفه انت اللي هو ايه. طب ماشي، طب لا الستات بتفكر كتير، اعاقبك بس بالادب. الستات بتفكر كتير. ايوه يعني بالظبط، طبعا انت عارفه كويس يعني ان انتوا مغامرات بقى بتحصل، مغامرات ازاي بقى تضايق الراجل وازاي تبتدي ان هي تفكر بقى هو فعلا عمل كده، فانا لا انا لازم اردها له. ما احنا طبعا في النهايه يعني احنا عايزين بس نوصل رساله ايجابيه لكل الجمهور، انه طبعا احنا ابني البيت مش تهدمه. يعني احنا في احلم معانا او احلم معايا بنوصل كل رساله ايجابيه، بنعمل كل حاجه ايجابيه حتى لو كانت بسيطه. وعلى فكره الموضوع ده مش بسيط او صغير، الموضوع ده قايم عليه بيوت كتير فاسر ومجتمعات وحاجات كبيره جدا. فطبعا احنا في الحقيقه استمتعنا معاكم جدا النهارده، وقبل اي حاجه لازم اشكر زميلتي نهى الجهري. انا بشكرك يا كريم، ومبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، واهم حاجه طولت البال يا جماعه. نشكركم جدا طبعا، واستنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد.